تصدت وحدات من جيشنا الباسلي محاولة عصابات إرهابية الاعتداء على بعض النقاط العسكرية باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص، وأوقعت معظم أفرادها بين قتيل ومصاب. إلى ذلك، أحبطت قواتنا الباسلة محاولة عصابة إرهابية مسلحة التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه قرية السرحانية، وأوقعت معظم أفرادها بين قتيل ومصاب، ودمرت عتادا وذخيرة كان بحوزتهم، بينما لاذ بالفرار من تبقى منهم عائدا باتجاه الأراضي اللبنانية. وفي ريف حمص أيضا، بسط بواسلنا سيطرتهم الكاملة على قرية الجوادية، وأحكموا الطوق على الإرهابيين المرتزقة في الجهة الغربية من الجزء الشمالي لقصير، فيما واصلوا التقدم على محاور أخرى. نواصل رصدنا لإجرام إرهابي جبهة النصرة في مدينة القصير. طبعا دراجات نارية كانت تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقل ضمن مدينة القصير. ندخل إلى أحد مقرات الإرهابيين في مدينة القصير بعد أن قامت بواسطة الجيش العربي السوري بتمشيط هذه المنطقة، وتم العثور على بعض العبوات الناسفة بأوزان مختلفة كما نشاهد. كما نرصد إرهاب جبهة النصرة في مدينة القصير. دخلنا إلى أحد مقرات وأوكار الإرهابيين في مدينة القصير كما نتابع ألبسة للإرهابيين، أيضا بعض الأدوات الإجرامية اللي كانوا يستخدمونها في الاعتداء على المواطنين. أيضا ننتقل إلى غرفة أخرى في مقر الإرهابيين، عبوات ناسفة كان يصنعها هؤلاء المرتزقة. هذه هي أعمال الإجراميين نرصدها عبر كاميرا التلفزيون العربية السوري بعد أن قامت بواسل الجيش بإعادة الأمن والاستقرار إلى أجزاء هامة من مدينة القصير. إذن بواسل الجيش العربية السوري تتقدم في مدينة القصير من عدة محاور وتدور الشباكات بين وحدات الجيش والعناصر الإرهابية، واشتباكات تدور من عدة محاور بين وحدات الجيش العربية السوري وإرهابي جبهة النصرة. اشتباكات عنيفة معان، وقد سيطرنا كثير من الأوكار لهم، والآن سيطرنا على كم بيت كانوا مقيمين بهم. نحن في أحد المحاور الهامة المتقدمة، حيث تدور الشباكات بين وحدات الجيش العربي السوري وعصابات جبهة النصرة. كما تسمع أصوات الرصاص المدوي، هي استهداف مجموعاتنا أبناء قواتنا المسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة، وهي تقوم بتدميرها في كل وكر واستهدافها. التقدم اليوم واضح نعم لا نعم التقدم اليوم واضح تماما، تقدم قواتنا المسلحة ودحر الإرهابيين في عدة مناطق باتجاه الغرب. ها نحن في أقرب نقطة للاشتباكات التي تدور بين بواسل الجيش العربي السوري وإرهابي جبهة النصرة. الاشتباكات لا تزال مستمرة بين عناصر قواتنا المسلحة، بين بواسل الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.